الهدف من البطولة. احنا عملنا بطولة لثمان فئات استمرت على مدار ثلاثة أسابيع. البطولة كان في عليها إقبال هائل من اللاعبين بعد فترة انقطاع من كورونا. تقريبا وصل العدد ل 800 لاعب، لعبنا تقريبا 500 مباراة. كان الهدف من هذه البطولة اللي هي توسيع قاعدة اللعبة واختيار اللاعبين المميزين لتحضيرهم للاستحقاقات القادمة إن شاء الله. طبعا هاي البطولة المملكة بطولة من البطولات القوية اللي صارت من 10 سنين وجاي. طبعا هاي اجت بعد جائحة كورونا، كان في صعوبات وكان في شغلات كثير سيئة اتجهناها من سنة ونص وجاي. طبعا صرنا 3 شهور بنتمرن تمرين، كان تمرين مكثفة استعدادا لهاي البطولة، لأن البطولة هاي بيشاركوا فيه عدد كبير. شاركة هائلة، أول مرة في تاريخ بطولات المملكة بنلاحظ إنه بوصل لهذا العدد. يعني أنا بلعب مباراتين كنت زمان، هسا لعبت 5 مباريات للنهائي، فهذا إشي كتير حفزنا إحنا كلاعبين نشتغل رياضيين إنه يكون في عنا منافس، ونطمح إن شاء الله للبطولات الخارجية والبطولات إن شاء الله نرفع فيها اسم الأردن عالي.